بحب الدراما. عجقة فيها خير وبركة. كل قلبي ام تي في بالاغاني ما انا تاني. امبارح التقينا بالسياره. شو اكلتوا؟ عم نسلم مع بعض. ريديس ورز. قلت له سالني كيفك؟ قال لي كيفك؟ قلت له كثير منيحه مبسوطه طايره. قال لي بس احلى ما اسمك عين. عادي لقيتها مش مبسوط ملك هالبسمه كيف مرسومه. هلا مبسوط كثير. ايه لانك بالرسي. ايه فعلا والله انت نقلت نقله بتخوف من الاكستريم بتضحكنا ومهضوم لحدا جدي وبيقدر يبكينا. كيف عملت هيدي النقله وكيف عملت هيدا التناقض؟ انه انا بحب شغلي كثير. بعتقد هي القفزه النوعيه اللي عملتها وبلشت الناس تشوفني بهيدا بالدراما حتى نسميها. هو وقتها فيلم قضيه رقم 23 يمكن شافوني اكثر الناس رغم انه عام عندي اعمال قبل. بس انا بالاساس بحب الدراما. اوكي وثابت انه عملنا اشتغلنا. شو رايك بهالعجقه كلها؟ عجقه فيها خير وبركه. شو رح تحضر افلام ورح نشوفك هيك بشي فيلم بركي ميكس سعودي بان اراب؟ بتمنى والله بتمنى اكيد يعني ان شاء الله ان شاء الله بتمنى. شو مشاريعك الجديده؟ شو رح نشوف قريبا؟ ان شاء الله هلا عنا مع شركه صباح عنا مسلسل على رمضان ان شاء الله مع انا والاستاذ عابد فهد بعنوان نقطه انتهى. ان شاء الله موضوع حلو كثير بتخيل ان الناس رح تحبه. شو ممكن ينتهي بالحياه؟ في شيء بينتهي برايك؟ ما في شيء بينتهي يعني كل كله مكفى. الام تي في والوان شو بتعني لك؟ حبيباتي بيتي قلبي. مين؟ ام تي في. ابننا الصغير.